اليوم الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل كتخوض وقفه احتجاجيه وطنيه، ومن ضمن هذه الوقفات هذه الوقفه ديال الجهاد الرباط، على اساس انه حنا محتجين اليوم ضد التضييق على الحريات النقابيه والتضييق على الحريات العامه بما فيها فرض جواز التلقيح، كذلك محتجين على انعدام الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف اللي غادي يحل المشاكل الحقيقيه ديال الطبقه العامله وديال الشعب المغربي. كذلك حنا محتجين اليوم على ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه للمواطنين والمواطنات. هذه الوقفه هي بدايه واحد البرنامج النضالي اللي دايره الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل للتصدي وللتعبير عن غضبها على الوضع اللي كتعيشه الشغيله وعموم المواطنين في المغرب، وهذه الزيادات المهوله اللي عرفتها الاسعار في وقت اللي العاملين فقدوا العمل ديالهم، عدد كبير ديال العاملين والعاملات فقدوا العمل ديالهم جراء كوفيد، وكذلك ولكن كذلك جراء السياسات المتبعه في المغرب لحد الان، واللي رغم الخطابات وغيرها كيبان بانه المغاربه راه الوضع ديالهم كيتزاد تدهورا يوم بعد يوم. هذه بدايه كنتمناو باش الامور تحسن، ولكن حنا ككونفدراليه ديمقراطيه للشغل غنبقاو الصوت المعبر عن قضايا الشغيله وعن قضايا عموم المواطنين، والنضال راه حنا مستمرين فيه حتى وكنطالبوا كذلك حوار اجتماعي، لانه هذا الوضع كيفرض باش يكون حوار اجتماعي باش نشوفوا نطرحوا القضايا الاساسيه بالنسبه للشغيله.